فيصل الدويسان. فيصل الدويسان طيب وهذا، بس مو مال سياسة يا أخي، مو خصب، طيب ومثقف ومؤمن وإنسان راقي ومؤدب وخلوق، بس مو مال سياسة يا أخي، مو خصب. يا أخي تبي أنت تبي دياية تسبح مثل بطة، ما يصير. ما له شغل دياية الحين الموضوع. لا شلون أفهمك؟ لا هذا طبعا عشان أنا ما أفهم. أنا لا اشرح لي ليش مو مال سياسة. لا مو لا أنا أقول لك مثلا، مثلا أعطيك مثال إنه مو مال سياسة. قول لي. لما صار الاعتداء على الخيم العاشورائية، خيم محرم اللي هي خيمة رقية سلام الله عليها، خيمة سكينة، خيمة القاسم اللي يقعدون. طبعا لما أسألك أي تاريخ ما راح تقول لي. لا حين إحنا لا تسلي بتواريخ، خلني أتكلم على سرسال، لأن من تقول لي تاريخ تطقني بريك أنسى حتى اللي بسأله. خلنا كذي مسترسل ورايح. تفضل. هذه الخيام اللي يحطونها اللي يقولها أحدهم إن إحنا نشمئز نشوفها، تشمئز تشوف ناس قاعدة حاطة شاي توزع على العالم وشربت وتعطي، شنو هذا اللي في مكان الشمئزاز؟ جت البلدية طقت هذه الخيام العاشورائية، شالتهم قصدك؟ طقتها شالتها يعني. إيه شالتها، كانت حسب كلام البلدية مخالفة فشالتها. وين مخالفة؟ لا كلام تنحط كلام البلدية كان. إيه مو كلام بلدي، شالين من بلدية، هذا البلدية تترك كل مكان تبيع حق صورة تشيل الصورة، وبعدين تكتشف إن هذا الأخ بو لحية مو عاجبته الصورة. لا شغل البلديه ولا شيء، المكالمه بس شغل اللحيه. يعني انت سيد حاط لحيه، ما احنا لا ندخل في موضوع اللحيه. لا 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 بعض راح يستشكل عليك. لا لما انت تي، لا انا انت لما تي البلديه تي على صورتي تبيني اشيلها وتارك هذا بيت واذكر، هذه التعامل. ليش باي شنو مجوز القانوني؟ شنو الرخصه القانونيه البلديه؟ هذا ما اعطيت اللي حاط هذه، ما عنده رخصه. لا ندخل هنا، نرجع لموضوع. انت لما انت تقول لي بو لحيه اقول لك هذه وراها لحيه. طيب نرجع للموضوع مره ثانيه. موضوع ما ادري شلون يعني. موضوع فيصل الدويسان. فيصل الدويسان طيب طقه، وهذا جات شو اسمه سيارات البلديه وعلى قولتك شالت المخالفات، هي لا مخالفات ولا بطيخ. المهم شالوها، الموقف شنو؟ طبعا احنا استنفرنا، انا واحد من الناس استنفرت. طيب بس جو سووا يبي يقدمون استجواب، هذا الاستجواب هذا اللي قاله فيصل الدويسان مع عبد الله التميمي. اي هذا الاستجواب غلط. ليش غلط؟ ليش غلط؟ اولا انت اقليه وما عندك عشرة حتى يقدمون ورقه طرح الثقه. اثنين نوابك مزايدين، النواب الموجودين يزايدون. نوابك منو؟ النواب المجلس. لما يصير موضوع مثل هذا يبي يثبتون حق قواعدهم، خاصة النواب اللي ما ينجحون بأصوات الشيعة راح يزايدون، راح يصير بطل يزايد. طيب زين، هذا قراءة الاستجواب يتبين انت قدراتك ومعرفتك السياسية وين رايحة الأمور. مثل ما قلت حق عباس الخضاري، استجوابك راح يطيح الوزير وصار كرة ثلج وصار. زين قلت له يعني انت تعال لما تيت تبي استجواب، وهذا استجواب يتكلم على قضية طائفية راح يزايدون، واحنا ما عندنا العدد اللي حتى اللي طرح الثقة. فشون كان الرد؟ يعني قدموا استجوابه وراحت السالفه، الظاهر بعدها يمكن على المجلس او شيء من القبيل ما ادري. بس انت قلت الكلام حق فيصل دويسان وقلت حق عبد الله التميمي ولا لا؟ انا فيصل دويسان في هذه قلت بالاعلام، ما قلتها مباشره ان موقفهم السياسي خلاص. هذا غلط، الاستجواب هذا غلط، لانه راح يسوي استقطاب طائفي واحنا ضعاف، وراح يقوي علينا اللي سووه ذي. بس فيصل دويسان يعني دخل في اكثر من مجلس، ليش انت اختزلت كل مواقفه وجوده في البرلمان في هالحادثه هذه؟ لان هذا واعتبرت انه ما عنده قراءه سياسيه. انا قلت لك يعني اوضح المصادق حتى لا يعني اقدر اقعد استدل واستدل مثل صار لي ساعه استدل على التقوى والورع، ان هذا ما عنده تقوى وورع قاعد ليش تطفينا، ويجيب لك ليش هذا ايش دخلها وذيك ايش دخلها وذيك ايش دخلها. مو انا قاعد اقول الانسان اللي عنده تقوى ما يسوي كذي، الانسان اللي عنده تقوى ما يسوي كذي. طيب. هذه تجرع، هذه دليلها. فهذا لو انا اقول لك باقي المواقف ما نخلص، قلت لك شاهد واضح حي
ان هذا الموقف. وبعدها بعدها نزلت وزارة الداخلية بيان، انا انقهرت في البيان، اي واحد يعدي حدود الحسينية راح نحاسب. انت قاعد تتكلم منه، انت قاعد تتكلم انت ناس راحت تشارك عزاء الامام حسين، هذا البيان ما يخاطب ناس، انت قاعد تخاطب ناس شنو؟ رايحين وين؟ رايحين حفله ماجنه ولا شنو؟ رايحين يشاركون عزاء اهل البيت. شنو الشاهد من هذا البيان؟ ايش فيش البيان؟ قوه ظهرهم ورا هالسالفه، ما بسبب موقف دويسان والتميمي. اي كان المفروض، كان المفروض استقاله جماعيه لنواب الشيعة ورا هالسالفه. ليش ما استقلت؟ انا ما كنت نائب. انت ما كنت موجود؟ لا مو نائب، المفروض استقاله جماعيه، وهذا اللي سووه لما صارت قضية الأحداث، هذا اللي صارت واعترضوا. تذكر فترة النواب الشيعة ما حضروا الجلسات، ودخل مرزوق القانم وحلوها على سالفة صارت. فهذه بسرعة حركت المواضيع، عدم حضورهم الجلسات. هني من باب أولى الاستجواب ضعيف، الاستجواب يستقطب. هذه لازم يصير قراءة من يمتلك الحس السياسي.